خلونا نروح لموضوع تاني دلوقتي. وسط معروضات ليها طبيعة إنتاجية متميزة، تم تدشين المرحلة الأولى من سلسلة معارض صنع في دمياط للأثاث بمشاركة طبعا 62 عارض من الصناع في المحافظة، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. بمنتجات قلعة صناعة الأثاث في مصر تنطلق المرحلة الأولى من معرض صنع في دمياط لهذا العام بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 13 من مارس الجاري بمشاركة 62 عارضاً من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يستهدف المعرض تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بصناعة الأثاث بدمياط ودعم الصناع والعاملين في هذا القطاع والمساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم. يشهد المعرض الذي حقق نجاحاً كبيراً بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016 هذا العام انطلاقة لمراحل جديدة، حيث يعقب المرحلة الأولى تدشين المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل والثالثة في أول ديسمبر، وتنطلق المرحلة الرابعة في العاشر من نفس الشهر والمرحلة الأخيرة في 21 من ديسمبر، وذلك لمدة 10 أيام لكل مرحلة. تقام مراحل المعارض بشكل سنوي في تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها والحفاظ على المهنة والمهارة التي تتوارثها أجيال من أبناء محافظة دمياط.